أكيد الأزمة كان لها توابع كارثية على القطاع، القطاع اللي كنا مبلشين نستثمر فيه لنطوره زيادة، لنعمل فايبر تو ذا هوم، لنعمل شبكات جديدة، لنقوي شبكة الانفراستراكتشر الأساسية تنقدر نحافظ على هاي الشبكة. كان تحدي كتير كبير على الصعيد المالي، نحن كل المشاريع تبعنا وقفت لأنه مشاريعنا كلها بالعملة الصعبة، بالتالي حتى عقود الصيانة اللي كانت تستمر مع بعض الشركات الأجنبية كمان وقفت. لولا الجود ريليشنشيبس تبعنا ما كنا قادرين نحافظ على الشبكة. عملنا أولويات، ألغينا بعض المشاريع، نقلنا اعتمادات للمشاريع الأساسية، للأشياء اللي بتشكل خطر على استمرارية الخدمة، لأنه أثرها مش بس علينا، أثر على كل القطاعات الاقتصادية. كان عنا تحديات بعد أقل بشوي، اللي هي مثلاً سرقة الكوابل، سرقة البطاريات، سرقة التجهيزات بحد ذاتها. عنا تحديات تانية كانت أنه الأجار، محطات الإرسال تبع الخليوي سبيشالي، أصحاب الملك بطلوا قبلانين بالأجار القديم. موظفين خسرنا كتير كمان، طاقات بشرية كتير مهمة. نشكر الله أنه في موظفين بقيت لتوقف جنب العالم وتحافظ على الشبكة، تضحي من وقتها ومن مالها. نحن السيارات اللي بتمشي تتبرم على كل المناطق اللبنانية مش دائما كنا قادرين نصلحها. أنا بعتبر إنجاز كتير كبير أنه قدرنا نحافظ على استمرارية الشبكة، وليتلي قدرنا بآخر 3 شهور نرجع السرعة والكواليتي اوف سيرفيس من انه تكون 17 ميجابت بير سكند ل 28 ميجابت بير سكند. يعني في كتير انجازات انعملت بسبب عن جد افراد هيروز فيك تسميهم، عم بيضحوا من حالهم ومن وقتهم، وبفضل إدارة سليمة. في عنا إدارة كتير مهمة بكل القطاعات اللي بتتعلق بالاتصالات، قدرت انه تحافظ على جودة الخدمة. على الصعيد المالي، المعوقات المالية، تحولنا فجأة من مشغل للاتصالات لمنتج للطاقة. ارتفعت كلفة المازوت عنا والفيول من 6% او 8% من الكوست الاوبكس الاوبريشنال اكسبنديتشرز ل 56%. هيدا كله مع انخفاض بالموارد، مع انخفاض من قيمة الموجودات الريفنيوز تبعنا، مع انخفاض بالبادجت اللي كان allocated لنا. اعتمدنا عدة استراتيجيز بالإضافة لأنه نهتم بالهيومن ريسورسز، أنه تقدر نأمن لهم الوصول، نأمن لهم استمرارية العمل، يقدروا يشتغلوا من بيوتهم، من مكاتبهم، بالشبكات. اللي قدرنا نعمله أنه نستخدم الطاقة البديلة، حطينا طاقة شمسية بكتير من المراكز الهاتفية، لكن أحيان كتير البيروقراطية بتأخرك من تنفيذ المشاريع. كل يوم بتكون عم تخسر من قيمة الموارد اللي عندك إياها اللي فيك تدفعها لا تقدر تحصل هالخدمة أو تأمن استمرارية الخدمة. الأساسي هي أنه تخلق ديناميكية بهيدا القطاع اللي ما بيتحمل كتير من البيروقراطية. لازم يصير في مشغل وطني لبان تيليكوم، لازم يكون في ريجوليتر يقدر ينظم هيدا القطاع، تندخل على القطاع ديناميكية، تنخفف شوي البيروقراطية اللي هلأ موجودة فيه. علما أنه كأداء كتير الأداء اللي انعمل للمحافظة كان أداء هيرويك من قبل موظفين اللي اشتغلوا على الأرض. جزء من الخطط اللي وضعتها الوزارة قديماً واللي بعدها عم تشتغل عليها، قدرنا هلأ من قريباً أنه نعمل كونترا لنحمي الاتصال الدولي، ونحن عم نأمن ريدندنسي، حماية لبنان ما ينقطع عن العالم. عم نأمن أنه كل سنترالاتنا تضلها شغالة بالكهرباء، بالمازوت، بالطاقة الشمسية. عم نأمن صيانة بالحد الأدنى تنقدر نكمل بهيدا الشغل. وبنفس الوقت مخططات الفايبر بعدها شغالة، ومجرد ما يصير في عنا البادجت اللازم نقدر نقلع فيها ونرجع نمشي فيها.